لكن نسمع عبارات بتتكرر، أنا سمحت عدة مرات ومش يعني تجيب نتيجة. مش عم بجيب نتيجة، اه وبعدين بتسمع العبارة أنا مسامح أو مسامحة بس هو بحاله وأنا بحاله ايوه بديش أشوفه، يعني ده صح. خلاص يعني هذا التعبير صح غلط يعني. لا، هو الكلام ده مش غفران، الكلام ده على العتاب والمصالحة ورد المسلوب. لكن الغفران دلوقتي هو أنا وربنا وقلبي، أنا إني قلبي يعني ما عنديش مرارة فيها حصاوي، دي عندي أنا مش عنده هو. لكن أنا أتكلم معاه، ولا هنعمل موقف، ولا هندخل المحكمة، ولا هنفصل الشركة، ولا ده مع الشخص. لكن الغفران أنا وربنا بريح قلبي من المرار والضيق والغضب والغيظ، كل اللي بيأذي فيا ده. ولما ارتاح هعرف اخد موقف مع الشخص، اعمل ايه معاه. هو بس انا في حالي وهو في حاله، ده ما تنفع. دي ممكن مع واحد ماشي في الشارع قال كلمه احتك بيا، لكن لو انا وجوزي بس جوزي شايف. في مراتي انا وبابا وانا معايا. واخويا انا وخادم في الكنيسه، انا من حقي بعد ما اغفر واعمل الدايمنشن البعد الراسي اعمل عتاب. والعتاب برضو في متى 18 بيتكلم عنه، ليه خطوات اشرح له انا متضايق وان انا عايز اكسبه مش عايز اخسره. فساعات بتبقى حجه هي عدم غفران بس متخفي، لو واحد في البيت وانا في حالي وانت في حالي، انا برضو ارجع واقول الموضوع صعب جدا. مثل ما ذكرت اسلوب حياه، يعني مش مجرد بس موقف. لا مش موقف، يعني ده اتجاه دائم، اتجاه كامل. زائد سوري، ان ما ينفعش ابقى اقول هو في حال مين اللي خد القرار ده. ما ينفعش ابقى خصمه وقاضي. لما اكون ناوي اقول هو في حاله وانا في حالي، يبقى لازم تالت يشوف حقيقه الموقف. انا مش عايز اغفر وبقولها كده، ولا انا غفرت ومش نافع العلاقه ترجع زي ما كنا. فده ما ينفعش انا اللي اقرر. نفع في حاله ابراهيم ولوط. فصل، ما كانش في مراره، كان في خناقه عمال مع بعض. ان انت مشيت يمين انا همشي شمال، مشيت شرق انا همشي غرب. بس شفنا اول ما لوط تعرض لهجوم خد جيش، خد الغلمان وراح انقذه. فالحب مليان، مش لكن في حكمه في بعض المواقف. لازم حد يقيم معايا لحسن اكون انا بخدع نفسي. كمان مشكله انه بيكرر الحكايه دي شائعه جدا، ممكن تتكرر كتير جدا. فاحنا قلنا مش معنى ان انا سمحت ما اخدش موقف، ان انا ما وقفش مش هسكت. بس في روح بكون نضفت من عشان جوه، في حد وحد بيشوف معايا، عشان ما يبقاش الدافع خاطئ.